دائما الاماكن المتخصصه اماكن ناجحه. اكشف لكم سر من اسرار هذا المكان، اقول لهم شلون تجيبون هالاسعار؟ قالوا بالمختصر احنا ناخذ كميات فنقدر نبيع باسعار جدا جدا منافسه، نحطم الاسعار فيه. البيت بيتكم منتجات استهلاكيه اصليه باسعار تنافسيه، منو ما يحتاج مواد تنظيف، منو ما يحتاج ورقيات، منو ما يحتاج بلاستيكات. موقعهم ابدا ما يضيع، كذا وانتم جايين من سنابس هناك يصير مزايا الغذاء، وكذا باتجاه تاروت بنك الرياض، البيت بيتكم على يدكم اليمين. نبدأ معاكم بعروض التوفير، العروض اللي توفر فلوسك. رونتكس 30 لتر، عندكم الوردي وعندكم الازرق، 30 لتر ب 50 ريال، ونوع ثاني بيورتكس ب 72 ريال. شامبو غسيل ملابس طبعا ريحته مره جباره، 30 لتر ب 52، ريدكو ب 60، رونتكس ب 60، منظف زجاج استهلاكي 30 لتر ب 40 ريال. منو يستغني عن شامبو عبايات؟ بكل بيت موجود. عندكم مكان للتخزين 30 لتر زهراء 43 ريال، وعندكم هذا النوع 46، ريدكو ب 40. يا جماعه تخيلوا 30 لتر ب 39 ريال. واحد من الشباب يقول انا مريح دماغي اجي اخذ بال 30 لتر وارتاح، لكن اليوم اروح اشتري ولا شيء. سائل غسيل الاي دي 45 ريال، غسيل ملابس 30 لتر ب 30 ريال، سائل غسيل الصحون 30 لتر ب 40، مطهر ارضيات الرنتو ب 44، وهذا نوع ثاني ب 42. احكي لكم عن مساحيق الغسيل، الصابون يطلع ترند الاعلان، اكيد يطلع ترند، 25 كيلو صابون دايموند 87 ريال، وهذا الاكسترا وايت مشهور والسعر 110 ريال، وهذا بير 25 كيلو ب 135 ريال، وكل الخيارات موجودة، حبيت 25 كيلو أحبيت 10 كيلو ب 50 ريال، وهذا النمبر 1 ب 105 ريال، وهذا 10 كيلو الوزير، هذا السلات العادية 49 والأوتوماتيك ب 59، وهذا صابون بحر 59 ريال العادية والأوتوماتيك ب 63، مسحوق غسيل فاسترين 9 كيلو ب 35. أنواع المناديل، إن حبيته بالشدة وإن حبيته بالكرتون أو البندلة، وكل نوع حاطين لك منه عينة، يعني تجي تجرب جودة الورق. مناديل علياء 200 منديل الشدة ب 12 ريال، شيء استهلاكي، حبيت بندلة البندلة ب 6، وهذا مناديل رغد ب 21 ريال الشدة، وهذا مشار، طبعا هذه العلبة فيها 250 منديل 13 ريال، وهذا مناديل دارين ما شاء الله تبارك الله، هذا عليه طلب مرة مرة قوي، العلبة فيها 500 منديل الشدة ب 29 ريال بس، والبندلة ب 150. هذا مناديل جولدن الانترفولد، طبعا العلبة فيها 300 منديل الشدة هذه ب 25 ريال. أقوى على الانترفولد من سنتة، الكرتون ب 70 ريال، وهذا مشوار متوفر منه الأخضر ب 67 والأزرق ب 70 ريال للكرتون، وهذا جود كرتون كامل يا جماعة ب 60 ريال، بس فضولهم مكان ووفروا فلوسكم. طبعا كل المنتجات اللي تشوفونها هذه عليها عروض وعروض قوية، فرصة العرض ما يتفوت حقهم، العوائل الصغيرة، العوائل المتوسطة، الكبيرة، المطاعم، الكافيهات، العرض الأقوى على البارسي، تخيلوا معي هدول من 52 ريال صاروا بكم؟ ب 45 ريال، كل الأنواع متوفرة، وهذا الجل عرض التوفير 75 ريال. أخوات أكيد كلكم تعرفوا المنتج هذا، حق المقالي، حق الصفاري اللي يخليهم يلقوا لك ركسوا ب 13 ريال بس. الأكواب الورقية وكل نوع حاطين لك عينة، يعني هذا بكم؟ 3 ريال و 75 هللة، التسعة أونس هذا النوع، طبعا هذا السميك 4 ريال ونص. إيش رأيكم؟ عجبتني الفكرة، كل واحد عليه العينة حقه 5 ريال، وأنتم ماشيين 3 ريال ونص، 3 ريال ونص، 75، حق الشاي، حق القهوة، عدة أحجام، والعرض ما يتفوت. طاولة مرة مريحة حق الحديقة، حق الحوش، حق السطح، فكرتها جميلة جدا. وجاية بشكلين، عندكم الدائري وعندكم المربع، والجميل فيها أن كذا يدخل الكرسي تحت الطاولة، يعني ما تاخذ مساحة، والعرض القوي من 700 ريال صارت 590 ريال. المشوار حق المطبخ بندلة كاملة ب 45، وعندكم ورق جود بندلة كاملة ب 29 ريال حق دورة المياه، وعندكم هذا نوع ثاني جود ماكس 58 ريال، وعندكم السيتي، وهذه تغطيتنا كانت بالبيت بيتكم، العرض إلين تاريخ 10 مايو أو حتى نفاد الكمية، وعندهم خدمة توصيل ورقم الجوال موجود عندكم على الشاشة، والتوصيل بسعر جدا جدا رمزي.